إن شاء الله راح نتكلم في درس بسيط جدا عن الأمعاء والأعصاب. طبعا الأمعاء مركز من المراكز المهمة للأعصاب الكبيرة. قد يعني يتفاجأ الكثير بأن الأمعاء هي مركز تجمع كبير للأعصاب، كما يعني هي الحال يعني كما هو في حال الدماغ، ولهذا يتأثر الجهاز الهضمي كثيرا بالحالة النفسية والعصبية للإنسان، ويصاب أيضا بالاضطرابات المختلفة عند يعني إصابة صاحبه بحالة نفسية ما. طبعا تترجم هذه الانتكاسات لبعض وظائف هذا الجهاز على الجسم والأعضاء. من المهم مراجعة الطبيب عند الإصابة بأي مرض من الأمراض الهضمية بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.